حدثت عن تجربة أخوها. احنا بنحكي عن وضع صعب جدا الواحد يسيطر عليه. النظام اللي كان موجود لحد قبل سنتين هو حتى لو كان حادث رح يخف كتير هاي الظاهرة، حتى رح ينقض عليه. معركة ناشطين ومؤسسات من وحدة النهوض بالشبيبة المركز الجامعي. يعني الإنسان ذو قيمة عليا في كل مجتمع، هيك المفروض يكون. كم بالحري؟ جا مين المين؟ لا سامع حاجة أنا عندي بجنب ما بسمع تاني السؤال. عربية ولا ربما تصبر يا عربية لا تعدي يا عربية ولا ربما تصبر يا عربية لا تعدي يا بعد. يلا انا بعد.